أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الرئيس البيلاروسي كان واضحا وبشكل رسمي أعلن أن خوارزميات الأسلحة النووية الروسية اليوم بيده ويد وزارة الدفاع البيلاروسية وأيضا الاستخبارات. إذن أمامنا تطور استثنائي بعيدا عما قال له لافروف أخيرا بأن الأسلحة الروسية تتحكم فيها روسيا على أراضي بيلاروسيا، وهذا هو الأمر المعلوم. لكن التطورات الأخيرة كشفت أن لوكاشينكو يقول أن خوارزميات السلاح النووي على أراضي بلاده كلها بيد كل من الأطراف الثلاثة، الرئاسة من جهة، ولم يركز على الرئاسة إنما قال وزارة الدفاع والاستخبارات. وهنا يجب التدقيق، لماذا وضع السلاح النووي لدى الاستخبارات؟ بتقدير استخباراتيا اليوم العالم يمكن أن يستخدم البيلاروسيون السلاح النووي على ضوء قرار استخباري، وهذا تطور استثنائي بجميع المقاييس، إذ لوكاشينكو لا يرى أنه الفرد الوحيد أو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تستخدم هذا السلاح. مثل هذا التقرير يضعنا ويضع العالم على حافة حرب محتملة. من جهة أولى نعرف أن بولونيا الآن وليتوانيا شددتا من دفاعاتهما ومن حدودهما إلى حوالي 50% إضافية. هذا يعني أن استضافة كل من فاغنر وأيضا جعل السلاح النووي في يد الاستخبارات، وهي التي دافعت وبشكل قياسيا عن ترحيل كل فاغنر، يعني من لم يرغب أن يبقى في روسيا فعليه أن يحارب في بيلاروسيا. ولكن الرئيس نبه إلى أمرين: أولا أن فاغنر لن تكون لها مراكز خاصة بها، فالكل يتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي فإن أمر الشركة بهذه الطريقة هو أمام وجود بند في القانون الجنائي البيلاروسي يحرم المرتزقة ويمنع أي شركات ويجعل السلاح حكرا على وزارة الدفاع. الآن في مستجد مركزي أن بريغوجين أمامه القانون الجنائي الروسي من جهة تحت دعوى الخيانة، وهناك القانون الجنائي البيلاروسي الذي يمنع ما سمي بالشركات والارتزاق أو المرتزقة. إذن لدينا هذا التطور بخصوص الشركات العسكرية غير المعترف بها حسب القانون البيلاروسي، بل إن القانون الجنائي في هذه الحالة يحاسب تماما بريغوجين عن مثل هذه المنظمة التي تعتمد على ما سمي بتمرير قانوني. لكن هناك ترتيب ذكي للغاية. أولا هذه الشركة المسمات فاغنر لم يتم حلها قانونيا إلى الآن، ورغم قرار الحل الذي قرره أساسا قائدها وبين قوسين مديرها على الوجه القانوني، فقبل زيارته إلى بيلاروسيا أو إقامته فيها، فإن هذه الشركة إلى حدود اللحظة لم يضع بريغوجين كل أو محاميه كل الإجراءات من أجل حل هذه الشركة. إذن هذه الشركة لم تحل، وبالتالي فلديها الصيغة القانونية داخل روسيا، ونقل أنشطتها عن طريق الاتفاقيات أمر وارد بعيدا كل البعد عن بريغوجين. إذن بالنسبة لفاغنر لديها الإمكانية في أن تكون كشركة روسية إلى الآن على الأراضي البيلاروسية. المسألة الثانية أن التقديرات التي يعمل عليها من الوجهة القانونية وأيضا من وجهة تمرير هذا القرار، فإن فاغنر ستعمل على أساس أنها شركة روسية على الأراضي البيلاروسية،
وهذا يعني الكثير بالنسبة لموضوع الردع الذي يسعى الآن لوكاشينكو أن يكون قادرا وباسم بلاده أن ينتقل من ما سماه بالاحتواء، احتواء بيلاروسيا من داخل المعادلة الروسية، إلى خلق الردع البيلاروسي في مواجهة الجيران، على أساس أن هذه الحرب هي حرب كان يستعد لها منذ 30 سنة، كل يوم يستعد لها ويرغب في ذلك. وتدمير روسيا سيعيش البيلاروسيون تحت الأنقاض، على حد تعبيره بالحرف، الترجمة بالحرف، إن كانت روسيا قد دمرت فإننا سنعيش تحت الأنقاض. على أي إذن بيلاروسيا اليوم يمكن أن تكون فاغنر على أراضيها على اعتبار استمرارها القانوني وإبعاد مديرها خصوصا. وأن اليوم بوتين لماذا قال بالحرف هذه الشركة تمول بشكل كامل من وزارة الدفاع، وأن مليار من حدود مايو أيار 2022 وإلى حدود أيار 2023 هناك مليار ومئة مليون دولار، مليار دولار ومئة مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع، إذن ممولة بشكل كامل من وزارة الدفاع. ثانيا أنها شركة لا تزال تعتمد عليها وزارة الدفاع الروسية وتعتبرها هيكلا قانونيا لا يزال مستمرا بعيدا عما حدث، وأيضا بعيدا عن هؤلاء الذين قاموا بما قاموا به وأغلق هذا الملف. لكن هذا يعطي أفقا مفتوحا ومستقبلا غامضا بالنسبة لمثل هذه الحركات التي يمكن أن يكون لها دور سلبي على أمن روسيا. إذن لا تزال فاغنر قانونية باسم القانون الروسي، وهي تابعة تمويلا وأيضا استراتيجية الآن لوزارة الدفاع، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يجعل من فاغنر يمكن أن تتحرك على الأراضي البيلاروسية، فيما لوكاشينكو يريد الردع النووي، وهذا أمر حاسم بالنسبة إليه. وأن خوارزميات السلاح النووي تحت تصرف وزارة الدفاع لما سماه بالحرف الأمن الاستراتيجي أو الدفاع الاستراتيجي لبيلاروسيا، كرر الأمر بالصيغتين معا، هذا يعني أن هناك محاولة تجاوز الاحتواء مع روسيا إلى الردع البيلاروسي نحو ما سماه بالجوار العنيف ضد بيلاروسيا. إن الاستخدام النووي الآن للحاجات الدفاعية الاستراتيجية لدولة بيلاروسيا بالحرف عن الرئيس البيلاروسي يجعل من هذه الدولة نووية، وينتهي هذا الوضع بدقة أمام تفاهمات مفتوحة بخصوص لوكاشينكو وأيضا بوتين، وهو الذي يشير إلى استمرار الحوار مع بوتين بشأن نقل هذه الصلاحية لوزارة الدفاع واعتبار الحاجات الاستراتيجية الدفاعية لبيلاروسيا بتقييم بيلاروسي عبر وزارة الدفاع والاستخبارات. وهذا الذي يعطي إمكانية أن الاستخدام اليوم للسلاح التكتيكي أصبح أقرب من أي وقت مضى، وهذا الذي يصرح به لوكاشينكا اليوم بشكل مكشوف. إن الردع أو دخول بيلاروسيا إلى عقيدة الردع النووي أصبح عقيدة أساسية، هكذا يقول لوكاشينكا وهو يتحدث عن المرحلة الجديدة. هذه المرحلة مرحلة تجعل من السلاح النووي جزءا لا يتجزأ من العقيدة الجديدة، ولهذا فبيلاروسيا اليوم أصبحت نووية، وإمكانية استخدام السلاح النووي التكتيكي أصبح أقرب من أي وقت مضى، وهذا تطور استثنائي غير مسبوق، لأن مينسك الآن وأمام هذه الخطوة التي يسعى الغرب حاليا إلى التقرب من بوتين من أجل معرفة لماذا هذه الخطوة،
ومجرد هذا الاستقلال النووي لبيلاروسيا على أساس الحاجات الاستراتيجية الدفاعية لبيلاروسيا، هذا تطور استثنائي يجعل من إمكانية خوض حرب نووية وتكتيكيا هذا يعني الكثير بالنسبة لكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا، وهذا هو الأمر الحاسم الآن. وخوارزميات الأسلحة النووية وتسليمها إلى لوكاشينكا، هذا يعني أن هناك اليوم رئيسين على أقل تقدير لديهما نفس المفتاح النووي لإدارة حرب عالمية وكونية ثالثة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.